بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على أبي الفضل العباس، السلام عليكم أيها الأخوة في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون الأحرار في كل العالم، أيها المحبون، أيها الحسينيون، أيها المسنون الذين قضيتم عمركم في خدمة الإمام الحسين عليه السلام وإحياء أمره، أيتها الشبيبة الواعية التي جعلت من أهدافها نصرة قضية الحسين عليه السلام من خلال المآتم والعزاء، أيتها الأسر الكريمة التي ربيتم أبناءكم على الولاء للنبي الأكرم وآله الطاهرين وعلى إحياء يوم عاشوراء وإظهار التوجع والحزن على سيد شباب أهل الجنة. اليوم أيها الأخوة الأعزاء نجدد المأتم والمآتم على سيد الشهداء سلام الله عليه، وإن كنا لا بد أن نحيا طوال السنة في ذكره صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرنا سابقا في خدمتكم أن الأمة التي عندها الحسين عليه السلام هي أمة عزيزة، هي أمة لا تذل، هي أمة لا تضعف. ما دام الحسين عليه السلام عندنا فلا خوف علينا ولا نحزن. أيها الأعزة، نحن في كل عام نرى أن قراءتنا لحادثة الطف لسيد الشهداء عليه السلام تتجدد، ونستفيد منها بركات تلو البركات. ولا زلنا في كل عام تشرئب أعيننا وتهفو قلوبنا لذلك الشخص الذي أعده الله وادخره الله تعالى لطلب الثأر لجده أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يكحل أبصارنا وأبصاركم بتلك الطلعة البهية التي سيكون من أهدافها النصرة لجده الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأعزاء، لعله من الأسرار التي أبقت هذا الوجود المبارك هو هذا المنهج، منهج الحق الذي سلكه أبو عبد الله عليه السلام. ولقد بينا في خدمتكم أن الصراع بين الحق والباطل يبقى مستمراً ويأبى المصالحة، إن المنهج الذي اختطه
النبي الأعظم وأمير المؤمنين والحسن والزهراء والحسين هو يباين المنهج الذي اختطه أعداؤهم. هذا المنهج يأبى إلا أن يكون دائما في خانة الحق مفهوما وأسلوبا ورجالا. إذا أردنا أن نعرف، إذا أردنا أن تتوضح لنا الأمور، لابد أن نرى قرب المنهج مع منهج سيد الشهداء عليه السلام. أمير المؤمنين قدم الماء لأعدائه وهو في معركة، وأعداؤه منعوا الماء عنه. الحسين عليه السلام سقى أعداءه الماء وهو يعلم أن هؤلاء سيكونون من المحاربين له بعد أيام، والأعداء منعوا الماء لا عن الحسين فقط، وإنما حتى على الطفل الرضيع، فباءوا بغضب من الله ورسوله والملائكة والناس أجمعين. هذا المنهج أيها الأحبة، هذا منهج يتكرر في كل زمان ومكان. أنا سأعرض بخدمتكم رواية، وهذه الرواية حصلت بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، حتى نعلم، وأنتم بلا شك عالمين في ذلك، ما هي المرتبة والمنزلة التي كرم الله تعالى الإمام الحسين عليه السلام بها. أرجو أن تعيروا لي أسماعكم، لأني سأستشهد بواقعة حديثة بعد الرواية الشريفة. لاحظوا، هذه الرواية تتحدث عن شخص اسمه الحسين ابن بنت أبي حمزة الثمالي. تعرفون أبا حمزة الثمالي؟ هذا الرجل مقرب من الإمام السجاد، والدعاء المعروف في أيام شهر رمضان المبارك دعاء أبي حمزة الثمالي. هذا الرجل ابن بنته. لاحظوا ماذا يقول. يقول: خرجت في آخر زمان بني مروان إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام مستخفيا. التفتوا إخواني إلى هذه الكلمة، مستخفيا، حتى انتهيت إلى كربلاء فاختفيت في ناحية القرية، حتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت نحو القبر، فلما دنوت منه أقبل نحوي رجل فقال لي: انصرف مأجورا فإنك لا تصل إليه. إلى القبر. يقول: فرجعت فزعا حتى إذا كاد يطلع الفجر أقبلت نحوه، حتى إذا دنوت منه خرج إلي الرجل فقال لي: يا هذا إنك لا تصل إليه. فقلت له: عافاك الله، ولم لا أصل إليه وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته، فلا تحل بيني وبينه عافاك الله، وإني أخاف أن أصبح فيقتلوني. هذا رجل كان يخاف الطلب،
يعني هناك من كان يترصد به. قال: فيقتلوني إن أدركوني هاهنا. قال: فقال لي: اصبر قليلا. لاحظ، قال لي اصبر قليلا فإن موسى بن عمران عليه السلام سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر الحسين بن علي فأذن له، فهبط من السماء في 70,000 ملك، فهم بحضرته من أول الليل ينتظرون طلوع الفجر ثم يعرجون إلى السماء. قال: فقلت له: فمن أنت عافاك الله؟ فقال: أنا من الملائكة الذين أمروا بحرس قبر الحسين والاستغفار لزواره، فانصرفت وكاد أن يطير عقلي لما سمعت منه. قال: فأقبلت لما طلع الفجر نحوه فلم يحل بيني وبينه أحد، فدنوت من القبر وسلمت عليه ودعوت الله على قتلته وصليت الصبح وأقبلت مسرعا مخافة العدو. اللهم العن قتلة سيد الشهداء، اللهم العن أول ظالم ظلم وأسس لذلك. لاحظوا أخوتي، القصة لعل بيننا وبينها أكثر من 1300 سنة، وكان هناك من يترصد زوار قبر الحسين عليه السلام. يبقى سؤال يجيب عليه الطواغيت: لماذا تخافون من الحسين عليه السلام؟ بعد 2003 إخواني رأينا وثيقة كنا سمعنا بها قبل 2003، بعد 2003 رأيناها بأم العين وقرأناها. ما هي هذه الوثيقة؟ أنا أخاطب الشباب الذين لم يمروا وإن شاء الله لن يمروا بعوائق لزيارة سيد الشهداء. ماذا كانت في هذه الوثيقة؟ كان هناك مجموعة من الأعوان، أعوان النظام، جرحوا أياديهم أجسامهم وأخذوا من دمائهم وكتبوا عهدا لرئيسهم: أتعلمون أيها الشباب الأعزة الأحبة ماذا كان في هذا العهد؟ نحن قرأناه. هذا العهد كان عهدا بالدم أننا سنمنع زوار الحسين عليه السلام. هذا العهد قريب، قبيل 2003، وبيننا وبين قصة ابن بنت أبي حمزة أكثر من 1300 سنة. ما دام الحسين عليه السلام باقيا وما دمتم أنتم لولائكم لسيد الشهداء، لا بد أن يبقى في كل زمان ومكان يزيد وأتباع يزيد لكل موسى فرعون.
أختم برواية محببة إلى قلوبنا وقلوبكم. الإمام عليه السلام من جملة ما قال، قال: فلا تدعوا زيارته لسيد الشهداء يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك. لاحظ التعليل: فإن الحسين عليه السلام شاهد لكم في ذلك عند الله وعند رسوله وعند فاطمة وعند أمير المؤمنين. لاحظوا أن النبي أن الحسين عليه السلام يشهد والحسين لا ترد شهادته. فهنيئا لمحبي سيد الشهداء، للذين يحيون أمر سيد الشهداء، هنيئا لهم بالحسين عليه السلام. أيها الأحبة، ونحن نقف الآن أمام هذه الرياض الطاهرة، الرياض النقية، الرياض التي يتنافس فيها الملائكة، قطعا لو كشف الغطاء عن أبصارنا لرأينا أشياء عجبا في هذه البقعة الطاهرة. الحسين عليه السلام لا زال معلما ومرشدا وملهما وقائدا. أيها الأخوة، فلتنتشر المجالس الحسينية بمقدار ما استطعتم، واجعلوا الأطفال، احرصوا على أن يحضر في هذه الأطفال في هذه الأطفال حتى الرضع. بالأمس شاهدنا أبطالا وقفوا أمام أعتى عصابة مجرمة لا ترقب فينا إلا ولا ذمة. الذي ردها هم أبطال تربوا في مجالس سيد الشهداء عليه السلام، أولئك قد لبسوا القلوب على الدروع، وكانت جميع المعادلات تراهن على أن المسألة ستبقى إلى 30 سنة، لكن شيبة النجف أبقاها الله تعالى لنا جميعا قالت: وإذا قالت المرجعية كلمة لب هؤلاء الفتية الأبطال الأشاوس، وأوقعوا في هؤلاء هزيمة نكراء لا ينسونها مدى الدهر هم وأسيادهم. أبقى الله تعالى هذه الحناجر صادحة، وأبقى الله تعالى تلك الأيادي التي تقبض على سلاح الحق حماية لهذا البلد العزيز، وحماية لمقدساته، وحماية لأرضه وأعراضه. ومتعنا الله تعالى دائما إخواني ببلد آمن، ومتعنا بهؤلاء الفتية الشباب. وألا أنا سأسأل سؤال العالم: ما الذي جاء بهؤلاء الأخوة إلى هذا المكان؟ ما الذي أخرجهم؟ تعرفون من؟ هو الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام قوي ويبقى قويا. اليوم أقوى شخص في الدنيا هو الحسين. الآن لا في كربلاء إخواني تبدلت الرايات. نعم هذا المكان هو مكان الواقعة، لكن كل العالم الآن مشدود إلى كربلاء. الحسين ملأ الدنيا. كربلاء ليست هذه الرقعة الجغرافية،
ولا اليوم هو هذا اليوم الذي يكون في 24 ساعة، وإنما امتدت قضية الحسين. اقرأوا زيارة عاشوراء ستجدون هناك طوارئ حدثت، طوارئ بمعنى أن السماء تبكي، الأرض تبكي، من فيها يبكي. بالإضافة إلى ما قرأنا من الرواية أن موسى عليه السلام نبي من أولي العزم، لاحظوا يستأذن الأنبياء، لا يستأذنون على شيء عادي، على شيء بسيط، يستأذن الله تعالى على ماذا؟ على أن يزور الحسين عليه السلام. إذن ونحن نشارك الأنبياء في زيارتنا وولائنا للحسين عليه السلام. أبقاكم الله تعالى أخوتي أعزة، وأبقاكم الله تعالى أحبة، وأبقاكم الله تعالى حضارا لمجالس سيد الشهداء، بل صناعا للمجالس، لا حضارا فقط، بل تصنعون المجالس. احرصوا على أن دائما تعيشون مع الحسين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بمن نلوذ بهما يا حسين، نسأل الله تعالى بمن نلوذ بهما ونلوذ بهم جميع الأئمة الأطهار ومن قبلهم النبي الأكرم وبالصديقة الطاهرة، تلك المرأة المظلومة في نفسها وفي بعلها وفي ولدها، وهذا مسكن لجراح الأمهات والأخوات اللواتي يفقدن أعزة. أنا قبل 3-4 ساعات كان عندي رجل من أهل ذي قار، وقصته اشتهرت في العراق، فقد 4 من أولاده في آن واحد في العام الماضي، لعله من البصرة من ذي قار، وجاءني وهو في معنويات عالية. أجمل شيء عندما سئل، ليس مني، أنه أنت صامد، قال حتى لا نكذب عندما نقول يا أبا عبد الله فداك أمي وأبي. لاحظوا هذا الولاء، من الذي صنع في قلبه هذا الشيء؟ لا توجد مدرسة غير مدرسة سيد الشهداء، والذي يتمسك بسيد الشهداء هو الفائز، الذي يبتعد. ولاحظوا أخوتي، أسوأ شيء أن الإنسان يبيع آخرته بدنياه، وأسوأ منه من يبيع آخرته بدنيا غيره. الحسين عليه السلام هو الآخرة، هو الدنيا والآخرة، لا يعوض بثمن. نحن لا نعطى أو لا نعطي الدنيا كما قال من أنفسنا، لا يهمنا، كما يقول لولده، أو ولده يقول وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، شعار الطف. ولعل يأتي مجال الطف فيه مجموعة أخواني من العناوين، الإنسان لو يعيش فيها لا شك أنه سيدخل الباب التاريخ الإيجابي من أوسع أبوابه. أسأل الله تعالى أخواني أن يحفظ بلدنا آمناً، وأن يحفظ مرجعيتنا المباركة، وأن يحفظ العتبات المقدسة، وأن يحفظ الشباب، وأن يحفظ جميع من في هذا البلد، وأن يبقينا دائما أخوة أعز متلاحمين. أرانا الله تعالى في هذا البلد كل خير، وأرانا في المنافقين والذين يسيئون للبلد كل شر وذلة، بمحمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.